زيارتنا اليوم لمجلس النواب وبالأخص للبرلمانية دكتورة ريم أبو دلبوح لحتى نحكي أكثر عن برنامج التوجيه السياسي لطلبة دراسات المرأة في الجامعة الأردنية واللي يتم تمويله من الحكومة الكندية وينفذ في الأردن من قبل منتدى الفيدراليات. المرأة القيادية لها دور كبير في مجتمعنا الأردني، وهذا دائما ما كان تطمح له المرأة الأردنية أن تشارك في الأدوار القيادية على مستوى المملكة في جميع المجالات، ابتداء في البرلمان، في المجالس اللامركزية، في البلديات، في أي مجال على مستوى الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية. أنا دائما أجد أنه المرأة القيادية مكملة، دورها في جميع المجالات مكملين لبعض، سواء في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الإعلامي، لأنه نكمل بعض حتى تجسد وتدعم تمكين المرأة في جميع المجالات. كان لنا لقاء مع مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية في خلال الدورة العادية. طبعا أثناء مع هذا اللقاء كان هناك إلى مدى التعاون، مدى التشاركية ما بين لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ومجلس النواب بشكل عام مع مركز دراسات المرأة الأردنية في الجامعة الأردنية، طبعا في موضوع دراسة السياسات، الاستراتيجيات، تعديل التشريعات وإلى آخره. كان هذا جانب تشاركية أيضا في هذا الموضوع اللي هو تعاون دراسات المرأة ومنتدى الفيدرالي الكندي مع أيضا مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب. هذا الموضوع يعني جدا من الأهمية بمكان. عندما نتكلم عن وجود طالبة مثل دعاء في مركز دراسات المرأة، وأنا أيضا كأكاديمية يعني ومحامية في هذا المجال، أجد كم من الأهمية بمكان عندما يكون لدينا طالبات في أي مركز دراسات والمرأة بشكل خاص، أن يكون لدي توازن ما بين الجانب النظري وما بين الجانب العملي. فجاء دراسات المرأة في هذا البرنامج، مشكورين طبعا مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية مع المنتدى الفيدرالي بعقد مثل هذه البرامج التدريبية لطالبات الماجستير في مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية. طبعا كان يعني أهميته أن يكون وجود دعاء كطالبة معنا كيعني مع كنائب من باب الحوار، اكتساب الخبرات، تبادل هذه الخبرات، تسليط الضوء على عملنا في مجلس النواب ولجنة المرأة. فهون حصل طبعا بهذه التشاركية وهذا التعاون ما بين طلاب الماجستير وما بين القياديات. كان لدعاء ودعاء يعني صراحة طالبة مجدة بمتابعتها معنا في مجلس النواب وفي لجنة المرأة، كان لدينا برامج متعددة. على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كان لدينا لقاء بعد تعديل قانون العمل الأردني حول نظام العمل المرن، فحضرت طبعا وشاركت واجتمعت معنا دعاء في هذا الموضوع لجنة المرأة مع هيئات ومؤسسات مجتمع مدني من خارج مجلس النواب. هذا الحوار ما بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني، وتحضر طالبة من طالبات دراسات المرأة، كم مهم بالنسبة لها وتكتسب أين الثغرات في هذا القانون أو هذا النظام. أثناء رسالتي للماجستير كيف بدها تتوجه هلا حتى توازن في دراستها أن يكون هناك لديها الواقع العملي. أيضا حضرت معنا دعاء مع حملات، إحنا كلجنة المرأة بنستقبل كثير من حملات طلابنا على مستوى الجامعات الأردنية. كانت لدينا في حملة كهرب تمونة حول موضوع الطاقة وحول أسعار الوقود والكهرباء وإلى آخره، فهذه الحملة من طلبة الجامعة الهاشمية أيضا دعاء حضرت معنا اجتماع لجنة المرأة مع اللجنة المالية ومع هذه حملة الطلاب اللي عم بيسلطوا على نقطة مهمة من قضايا الوطن. بصراحة هاي التجربة شكلت نقلة نوعية في حياتي على الصعيد الشخصي. بداية إنه إحنا في الجامعة مع مركز دراسات المرأة بناخذ الجانب النظري لكل شيء مختص ومتعلق في المرأة، لكن هذا البرنامج أتاح لي الفرصة أني أكون على الصعيد الشيء المتخصص في المرأة على الصعيد السياسي. فكانت تجربتي في البرلمان مع الدكتورة ريم أبو دلبوح تجربة حقيقية وعلى أرض الواقع، واكتسبت منها وتبادلت فيما بيني وبينها الخبرات والمعرفة والمعلومات، كيف أداء البرلمانيات، كيف بيقروا التشريعات، كيف بتنسن القوانين، وكثير من الأمور اللي هي بتقدم إلي فائدة صراحة. في الحقيقة قدمت إلي فائدة إني كمان يصير عندي طموح وتفكير إنه لما أتم عمر 30 عام أتقدم وأرشح نفسي كنائب وطن بقدوتي طبعا سعادة النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح.
من أكثر الأشياء اللي لفتت انتباهي واللي حبيت أكون متواجدة فيها هي نظام العمل المرن، لأنه في الحقيقة هاي المشكلة بتمس غالبية المواطنين عنا، وهاي المشكلة هي بتعالج كتير مشاكل موجودة عنا. على سبيل المثال مثلا عنا الأزمة في ساعات الصباح المبكرة وفي ساعات المساء، مثلا العمل المرن هو أحد الحلول الممكنة لحل هاي المشكلة الكبيرة اللي بتعاني منها الدولة، فهي مش يعني هي بتكون على مستوى الوطن عم بتعالج مشكلة. نظام العمل المرن بيساعد الأسرة من ناحية أم ومن ناحية أب، زوج وزوجة، من ناحية رعاية الأطفال، من ناحية حقوق واجبات العمال، كلها حقوق العمال رح يتم المحافظة عليها. فبحس نظام العمل المرن من أكثر الأمور اللي لفتت انتباهي واللي كنت شغوفة وحابة أكون موجودة فيها. البرنامج وفر لي الخبرة العملية، هاي الخبرة اللي أتيحت إلي وما أتيحت أتوقع لكثير أشخاص غيري، فهاي الفرصة كانت بالنسبة لإلي أنا أعطتني طموح وشغف، زي ما حكيت لك أني أرشح نفسي كنائب في البرلمان، برضو أني أشوف حالي في مواقع سياسية أخرى أو مواقع قيادية أخرى في المجالس البلدية، في أي موقع سياسي ممكن يكون مثلا، ممكن أنا عندي كمان طموح أني أكون مثلا سفيرة الدولة، يعني مناصب سياسية معينة، أكثر من شيء بطمح أني أكون متواجدة فيه. الطموح صار عالي بالنسبة لإلي أنا، لأنه خبرة عملية جديدة، تجربة جديدة، خبرة ومعلومات متبادلة مش أي حدا ممكن يوفر لي إلها. توصية أنه لابد من تمكين فيما يتعلق بالمرأة القيادية في كل مجال وفي كل يعني موقع عمل، سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي. توصيته أنه نركز على موضوع التدريب والتأهيل، وما نستهين ابدا في موضوع يعني الندوات، اكتساب المهارات من خلال تبادل الخبرات في برامج متنوعه، هذه جدا من الاهميه بمكان. كيف لي ان اقنع هذه المراه ان تستمر وتتحمل ساعات العمل، بالاضافه انه يعني تجد ان يكون قد تأتي مرحلة من المراحل هي في مجال عمل، وبعد ذلك أن تكون هي قيادية في هذه المؤسسة أو هذه المنشأة أو هذه المؤسسة الحكومية الأخرى. كيف لي أن أقنعها بأهمية هذا الموضوع وهذا الدور؟ من خلال البرامج المتنوعة، من خلال عرض نماذج قيادية أردنية أمامهم في ورش عمل مثلا، برامج تدريبية، هذه لابد منها. هذه بالفعل تكسر حاجز اللي ما ذكرتي أستاذة غادة، أنه يعني نظرة المرأة حتى نفسها إلى مدى قدرتها أن تمارس الدور القيادي. فعندما نركز على هذه البرامج في اكتساب المهارات وفي التدريب وفي التأهيل وعرض نماذج أردنية قيادية نجحنا في المواقع القيادية، أكيد يعني هذه رح يعني تؤسس لديها الفكرة بأهمية أن تمارس دورها كقيادية في الموقع العمل اللي عم تمارس فيه العملها طبعا الطبيعي.